ننتقل الى عضو اللقاء الديمقراطي الدكتور بلال عبد الله. مساء الخير. مساء الخير استاذ نيشان، مساء الخير استاذ جاد، استاذ رامز، ولمشاهدينك تحيه. مساء النور. دكتور، السؤال هو عن وزيره الاعلام منال عبد الصمد. انتم منكن بالحكومه الجديده، ولكن منال عبد الصمد وكانه وجودها بها الحكومه وجود خفي للحزب الاشتراكي او لكم بقلب الحكومه، صحيح؟ يعني اليوم ما في حدا مستقل، يعني هي عبر عن حالة قالت غير انه صحيح. انا مستقله، ولكن معروف يعني هذا كلام غير صحيح. سيرتها الذاتيه دكتوره منال عبد الصمد بكفاءات الشوف الكبيره والعديده وبكل المجالات، اكيد بالشخصي بنعتز فيها وانا عندي معرفه شخصيه فيها وبعائلتها، نعم، ولكن بالمعنى السياسي مشان ما حدا يروح بعيد. وصارت اليوم تحليلات كثير واجتهادات، وفي حدا تشاطر وفي حدا مزعوج انه ما توزر او توزر له حدا، انحطت باطار اخر. الحزب التقدم الاشتراكي كتيار سياسي اخذ قراره بالذهاب الى المعارضه من اول ايام الثوره، وهو ما زال منسجما مع هذا القرار. في يوم من الأيام سئل وليد جملاط رئيس الحزب الاشتراكي، نعم، عن إمكانية إعطاء رأيه بتكنوقراط من الإخوان الموحدين الدروز، نعم، أعطى رأيه وليد عساف ولم يرشحه. فكل اجتهاد في هذا الإطار هو محاولة ذر الرماد في العيون لتصوير الحزب الاشتراكي كما يحلو للبعض أنه يلعب لعبة مزدوجة في السياسة. أبدا. نحن دكتور بلال، حضرتك مقتنع أنه على شاشتك قلت سابقا حضرتك مقتنع أنه هذه الحكومة حضرتك مقتنع هذه مع قاعدته، مع مبادئه، مع تعليم كمال جملاط، مع بيئته، مع جمهوره الوطني في الجبل وخارج الجبل، أن يكون منسجما مع مطالب الناس، مع شعار الانتفاضة، وهو يلاقيها في أكثر من مكان، وان كان ليس مشاركا فيها مع كل الاتهامات التي حيكت ضدنا. لم نشارك في الحراك مباشره كحزب، ولن نشارك، لا يجب اعطاء هذا الحراك اي طابع سياسي. وللاسف نشهد هذه الايام الاخيره كيف يحاول البعض تشويه مسيره هذا الحراك باطار العنف. دكتور عبد الله، عندك قناعه شافيه بانه هذه الحكومه هي حكومه مستقله تكنوقراط صرف؟ راح الصوت. يعني ما في الصوت رجع. عم نرجع نتصل فيه. جد مقتنع انه الحكومه هي تكنوقراط مستقله صرف؟ يعني هودي الاسماء المطروحه ما بيمثلوا اطراف سياسيه، بتصور احزاب سياسيه؟ بتصور ما في امكانيه لواحد يتطلع بالحكومه. هلا قصه تكنوقراط انه اخصائيين، هلا اخصائيين بس مش بإعاز يجوز بس بتسمية أحزاب، بس نسميهم أحزاب. هي حكومة 8 أدار يعني، أنا هذا رأيي. طيب الثورة يعني قالوا لهم أعطونا، يعني هي بسيطة القصة، يعني ما هي إذا أنت ما الأسماء فيها جدل وبدي أقول لك مستقل أو لا. إذا بترجع بس لمرحلة التشكيل، كان الخلاف بين الأحزاب السياسية، عمل مؤتمر صحفي الوزير الفرنجية قال يعني واضح، قال أنا بدي اثنين، إذا أنا ما بمشي، يعني إذا ما أعطيتوني اثنين أنا ما بمشي بالحكومة، يعني بس أعطوا اثنين مشي. يعني قصة الحكومة المستقلة يلي كان مطلب أساسي للثوار بهال 98 يوم كذبة؟ ما بيطبق، ما بتقدر تصير. يعني هي إذا بدك تصير تشوف إنه منشان هيك نحن أنا كنت ميال لتسميتها انتفاضة، يعني كل طيلة 90 يوم الثورة هي اللي بتغير السلطة وبتوصل لمحل بتعمل حكومتها. الانتفاضة اللي صارت ما صارت، يعني غيرت إذا بدك بالسلوك، نعم، يعني أجبرت مثلا. أنت اليوم هل ممكن كنت تتخيل حكومة بعهد الرئيس ميشيل عون ما فيها جبران باسيل وزير، ما فيها علي حسن خليل وزير من حصة الرئيس بري؟ غيرت بهذا السلوك، أجبرت سياسيين بهذا المنحة. منشان هيك كان التعويل على الانتفاضة أو الشارع يتبلور أكثر ويروح أكثر بالشارع، يعني تقدر تعمل تصنع ساعتها ثورة وتقدر توصل على السلطة بشكل أو بآخر. ما قدرت. اليوم في عندك مجلس نواب بدك تعاطى معه، في من الناحية الشرعية بتقول فقد الشرعية، لكن هو قانون، نعم، بالتالي نعم. الأحزاب موجودة راح يسموا. دكتور بلال عبد الله رجع معنا. دكتور حضرتك معنا؟ ايه بعتذر، هيدا الخط عم يقطع. تاتش ولا الفا الخط تبعك؟ وان شاء الله وزير اتصالات جديد. نعم والله انا خطي وطني.
لا تاتش ولا الفا. ممتاز دكتور عبد الله. صرح الرئيس دياب بانه ان شاء الله فيما لو هذه الحكومه نالت الثقه راح يقوم بجوله الى دول خليجيه. هل برايك الدول الخليجيه راح ترحب بهذه الزياره وراح يقدر وبالتالي يجلب مساعدات الى لبنان اذا كان احد اهداف الزياره؟ بالمبدا نتمنى أن يكون ذلك صحيحا، والبلد بحاجة لأي مساعدة، ولكن عن دقة هذا الكلام يسأل دولة الرئيس. أنا أعتقد أن لبنان اليوم ليس في أولويات القوى الإقليمية والدولية للأسف، وهو ترك وحيدا يعاني من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتحكم عليه كل القبضات وكل التساومات وكل المناورات. وللأسف نحن ارتضينا أن نبقي لبنان ساحة صراعات إقليمية ودولية، والشعب اللبناني يدفع ثمن ذلك. نعم، يجب القول والإشارة لذلك بصراحة. إذا كان الخليج بتنوعه سيبدي اهتمام لبنان ومساعدته، كلنا نأمل ذلك، كل الشعب اللبناني نحن بحاجة لأي مساعدة. ولكن يبقى هذا الكلام، بعدنا نشتغل على نفس الطريقة بنوايا إن شاء الله تكون إيجابية، ونرتقب النتائج. نعم جاد تفضل. دكتور بلال، السؤال اليوم قدام المجتمع الدولي، قبل ما نحكي عن المواطنين اللبنانيين، لأنه يمكن بتوجهك أنه لبنان متروك في كتير تعويل على مساعدات خارجية، هل تسمون هذه الحكومة حكومة حزب الله؟ خليني أكون دقيق بكلامي. هذه خطوة حكومة اللون الواحد، ليس فقط حزب شو الله. شو هو اللون؟ حزب الله هو القوة الأساسية فيها، صحيح قد يكون هو الراعي الأساسي. عم بيسأل رامز اللون أصفر دكتور بلال، نعم رامز عم بيسألك اللون أصفر، لون ما سمعت السؤال. رامز القاضي، لون الحكومة أصفر؟ لون الحكومة أصفر؟ لون الحكومة أصفر؟ نعم. لون الواحد هل هو لون أصفر بما يعني حزب الله ولا مشكل شوي؟ الطاغي أصفر. والله ما في أخضر وفي مردي وفي أبل وفي أورانج وفي ليموني وفي أصفر وفي قومي سوري بين هلالين اونتر بارونتيز، يعني ما بتعرف، خليط غريب عجيب بجميع الاحوال. وفي مستقلين، بدنا نحترم الشخصيات، بدنا نحترم الناس طبعا. في مجموعه ناس مستقلين بهيدي الحكومه، نعول على ادائهم نحن على الاقل كاختصاصيين. ولكن اذا كان السؤال موجه بالاطار السياسي، تهمكم في احمر منور، خليني منقول عم غلط بالتوصيف. هذه حكومه الاكثريه النيابيه، وهي في مواجهه الأقلية النيابية ومواجهة الانتفاضة. أنتم بالأقلية النيابية رجعتوا على شيء اللي اسمه قوى 14 أدار، أعادة تشكيل نفسها من خلال وجود خصم، ولا مجزأة الأقلية؟ نحن لم نسعى ولن نسعى لإعادة بناء انقسام عمودي في المجتمع. لا مصلحة للبلد بالعودة إلى هذا الانقسام أبدا. أنا عم بحكي باسمي كحزب تقدم اشتراكي. إذا ما نكون جبهة واحدة، مستقبل الكتائب القوات اللبنانية يتحدثون عن أنفسهم، نتقاطع. ما جهة واحدة، بتصور جهة واحدة، نتقاطع بكثير محلات إنه نحن وياهم بالمعارضة. ولكن أداء المعارضة وشكل المعارضة والطريقة التي تكون بها المعارضة يمكن تتباين بين فريق وآخر. ولكن أؤكد لك، نحن لسنا في إطار صياغة تنظيم أو تحالف لقوى المعارضة. سننسق أكيد وسنتعاون أكيد وسنتكامل مع الفرقاء الآخرين، ويمكن بالأخص مع تيار المستقبل، ولكن بالإطار العام لسنا في إطار صياغة موضوع تنظيمي والعودة إلى 2014. طيب دكتور بلال، لسه بحاجة لانقسامات إضافية. دكتور بلال فضلت، قلت أنه حضرتكم فضلتوا الانتقال للمعارضة، وطبعا هذا حق لكم انطلاقا من اما في مشاركه بالحكومه اما لا، ولكن عاده المعارضه تقترن ببرنامج سياسي بديل عن البرنامج اللي بتكون الحكومه طرحته. اولا الحكومه لم تطرح برنامجها بعد، وانتم
كنتم كحزب تقدم اشتراكي بالستينات والسبعينيات سباقين بإنتاج البرامج، شو صار مع الحزب التقدم الاشتراكي منذ مدة طويلة لم نرى له برنامج سياسي بديل؟ البرنامج السياسي تتم صياغته أستاذ جاد، ولكن للأسف هناك بعض التعتيم الإعلامي على ما ينتج الحزب الاشتراكي. أنا هعطيك مثالين بس. نحن بهذه السنة الأخيرة إلى مجموعة كبيرة من المشاريع القوانين اللي قدمت أو اقتراحات قوانين اللي قدمت مجلس النواب، هعطيك مثالين بس واضحين. تيمور جملاط رئيس اللقاء الديمقراطي قدم اقتراح قانون متكامل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، متكامل يعني كتيب يبحث في إعادة هيكلة الصندوق، تسهيل أساليب العمل، التقاعد والحماية الاجتماعية، المخاطر المهنية وإلى آخره. وتقدم أيضا باقتراح قانون تاني يعمل على ضبط مسألة الصندوق السيادي المرتقب للنفط والغاز، إضافة إلى العديد والعديد من اقتراحات القوانين. ولكن قد يكون أسهل لنا اليوم كحزب تقدم اشتراكي أن نعيد صياغة برنامج سياسي مطلبي اجتماعي لحزبنا ولبيئتنا ولجمهورنا الوطني. صحيح معك، هيدا أسهل نعمله نحن بالمعارضة. عندما كنا في السلطة كنا مكبلين بمجموعة معطيات وتحالفات وصياغات مع فرقاء آخرين. نحن هلأ أنا بأكد لك نحن مرتاحين ومنسجمين مع نفسنا أكثر أن نعود إلى أدبيات كمال جملاط، أن نعود إلى أحضان النضال الوطني الحقيقي تجاه كل المحرومين، تجاه كل الفقراء، تجاه كل المعوزين على كامل الساحة اللبنانية. لأنه للأسف إن كان نظام الوصاية السوري اللبناني وإن كان النظام الطائفي اللبناني دائما يحاول حشرنا كحزب تقدم اشتراكي في بيئة معينة ومنطقة معينة، ولكن لم تكونوا معترضين في الجوان في أيام العهد السوري، وأيضا في السلطة كنتم شركاء بالحكم، ما كنتم من الناس عرضتوا بآخر فترة من الوجود السوري، عم نحكي آخر 5 سنين أم 4 سنين، ولكن بشكل عام كنتوا جزء من هذه السلطة. أتمنى يا أستاذ جاد أنك تستضيف حدا من أركان النظام الأمني السوري اللبناني وبخبروك عن خبايا الخلافات اللي كانت دائما تقع بيننا وبين السلطة السورية والنظام السوري. إيه صحيح، نحن قبل 2000 أخذنا خيار وطني استراتيجي بين المهادنة مع إسرائيل وبين إعادة القرار العربي إلى لبنان ودعم المقاومة. وكان عندنا الجرأة نقول لا، بين سوريا وإسرائيل اخترنا سوريا. فإذا كان هيدي يجب أن نعاقب عليها لبسمع بس كلمة بطل في خطر إسرائيل اليوم السياسيين الجدد خاصة. هودي اللي إجوا بعد ما جبناهم أو ما جابوا دم رفيق الحريري من المنفى بحاولوا ينظروا عليك بالحقيبة السابقة. لا، نحن بهديك الفترة ايه اخذنا ايار استراتيجي. نحن بدي ارجع اذكر الجميع، نحن كنا مساهمين بإعادة القرار العربي الى لبنان. نحن من عبدنا الطريق للمقاومة الى الجنوب، وهذا فخر لألنا الاشتراكيين. ما حدا في يلغي تاريخنا، عندنا ثغرات بممارستنا السلطة بس كنا ايه صحيح ما بننفي هالشيء، ولكن ان يسحل كل تاريخنا الوطني وتقديماتنا وتضحياتنا ما حنسمح لحدا بهذا التاريخ. هذا ملكنا، ونحن منبلغ الجميع اللي عاجبه واللي مش عاجبه، اللي هددنا واللي ما هددنا، واللي اعتبر خروجنا من السلطة هو هروب، منبلغ هيدا الجميع. نحن سنمارس دورنا الديمقراطي النضالي الحقيقي انسجاما مبادئنا، مبادئ كمال جملاط ومبادئ الحزب الاشتراكي اليساري الانساني الاشتراكي. دكتور بلال، اذا نزلت حضرتك اليوم على الشارع وحكيت مع اصحاب او جماعه الحراك بالشارع، هل هذه الحكومه بتمثلهم؟ يعني الشعب اللبناني يلي على الارض يلي بيشكل هيدا الحراك والانتفاضه راضي؟ يعني فيما كان لو كانت الكلمه لإله كان قال موافقين نحن على اللي صار، او مجبر اخاك لبطل ولازم نقبل اللي اكيد فرض علينا؟ استاذ نشان، اكيد لا. الحراك الانتفاضه عم بيحكي باغلبيته، لانه اليوم عندك صار اكثر من فريق بالانتفاضه وبالحراك، وحتى للاسف عندك بعض الاماكن ناس مندسين. بس خلينا احكي انا عن الصفوه، عن النخبه، عن النبض الجيد الوطني بالانتفاضه. لا، هيدا كان عم بيطالبك بحكومه مستقله،
تكنوقراط بس مستقلين، انت جبت لهم تكنوقراط بس غير مستقلين. انت شايف الكل من دول محاصصة وبغض النظر على المواطن السياسي. هل برأيك بما انه الحزب التقدم الاشتراكي صرتوا بالمعارضة، برأيك رح ترجعوا تنضموا للأفريقاء الباقيين وترجعوا تعززوا وتنعشوا فكرة 14 أدار؟ تعملوا حلف بالمعارضة؟ احنا بتاريخنا كنا نجمع، ما كنا ننضم لحدا. خليني بس خبرك تاريخ الحركة الوطنية وتاريخ كمال جملاط. نعم. نحن إذا كان على 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 معطى طائفي مذهبي لا ما عندنا هالتوجه أبدا. على معطى وطني يساري تقدمي عروبي مدني علماني إيه أكيد. نعم. رح أطلب منك تبقى معنا دكتور بلال، رح أنتقل لزميل نعيم برجاوي ورح أرجع لك سريعا. وقبل نعيم برجاوي عنا اتصال من النائب فارس سعيد. مساء الخير. مساء الخير لك ولكل المستمعين. اهلا بك. كان عندك رد على اللي قاله دكتور بلال عبد الله؟ لا مش رد ابدا، عندي تاكيد. مداخله؟ عندي تاكيد على انه لانه كان عم بيقول ببدايه الحديث معك بانه منه عم بيسعى حزب التقدم الاشتراكي والاحزاب الاخرى لإعادة صياغة إطار 14 أدار مجددا. نعم. وهذا الكلام بمحله، وهذا الكلام بمكانه يلي قاله دكتور بلال عبد الله صحيح. وأنا بس هيك من باب التأكيد إنه التاريخ ما بيعيد بعضه، مش صحيح إنه بيكرر نفسه التاريخ. أول مرة بيكون تراجيديا، ثاني مرة بيكون كوميديا. والمطلوب اليوم من كل المعارضين أكانوا أحزاب أو أكانوا شخصيات هو ليس العودة إلى 14 أدار، إنما الدفع ب 17 تشرين بالاتجاه الصحيح وباتجاه الإطاحة بكل هذه السلطة بكل تراتوريتها الدستورية بدءا برئيس الجمهورية وصولا إلى المجلس النيابي ووصولا بهذه الحكومة القائمة. العودة إلى الوراء لا يفيد، المطلوب هو التوجه إلى الأمام ومواكبة حركة الشباب. هؤلاء الشباب يلي هم اليوم ما بينتموا إلى جيل 14 أذار بغالبيتهم، بينتموا إلى جيل جديد، إلى زمن جديد، إلى تطلع جديد، إلى تطلع تجاوز الترسيمات الطائفية، تجاوز يلي كان موجود في مرحلة 2005، وهو ينظر إلى لبنان مختلف حتى عن لبنان اللي نحن كنا عم نشوفه بالعام 2005. وبالتالي أنا أؤكد على اللي قاله الدكتور عبد الله، وبتمنى عليه وطبعا على الحزب التقدم الاشتراكي بما يربطنا فيه من صداقة قديمة، هو السعي لتقوية حركة 17 تشرين. نعم. بالطريقة اللي هن بيشوفوها مناسبة. دكتور سعيد. نعم. دكتور سعيد عم بتقول انه حركة 17 تشرين هي الحركة الجديدة ولا يجب العودة للوراء ل 14 أدار لأنه هذا الجيل جيل 17 تشرين. هل تقر انه اليوم 17 تشرين وهذا الجيل من خلال مطالبه بالشارع غير الأولويات واعتبر انه الهم المعيشي هم بناء الدولة يتفوق بالمرتبة على موضوع السلاح وسلاح حزب الله، وفيك تقر بهالشيء تقول بدنا ندعم بهالاتجاه؟ يعني بداية أنا أريد أن أقول بأنه يعني بعد ما توضح بشكل كامل شو الترتيب بالأولويات يلي موضوعها لحركة 17 تشرين، لكن بثلاث أشهر ما حكى بسلاح حزب الله. لا، الفرق جاد بين يلي صار معنا بال 2005 يلي عم بيصير اليوم. كان في معارضة بال 2005، هذه المعارضة تحولت إلى ثورة مع حدث تأسيسي كان اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اليوم هذه ثورة انطلقت، أن تتحول إلى معارضة مع برنامج مطلبي مع أولويات أكانت من طبيعة معيشية أو من طبيعة وطنية أو من طبيعة سياسية أو من طبيعة دستورية فيها صعوبة ولازم أنها تأخذ وقت. وبالتالي هذه الثورة الجديدة هي ثورة ما لازم أنه نحكم عليها بنهائياتها منذ هذه اللحظة، أو نعتبر بأنه بدلت بالأولويات، أنه أولوياتها المعيشية اليوم أو موضوع الكهرباء وموضوع المي وموضوع البطالة أهم بالنسبة لنا من موضوع السيادة في مناطق. موضوع الليرة، موضوع جايبتها في مناطق انحكى فيها بسلاح حزب الله، بمناطق أخرى
تجنبوا الكلام عن حديث عن سلاح حزب الله حتى ما يصطدموا بواقع يعني موجود في مناطق كانت داعمة لسلاح حزب الله، يعني كل المناطق كانت عم تتحرك في 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 مناطق أخرى انحكى بالأولوية المعيشية بدل ما ينحكى بالأولويات السيادية. وبالتالي أنا كل اللي بدي أكد وأقوله أنه هذه الثورة بجمالها وأوقات بصورة البشعة يجب أن نأخذها كثورة، وهذه الثورة لازم أن نحافظ عليها برموش العيون، لأنه هذه الثورة هي التي تنطلق بكل ما لديها من حيوية شبابية، وهي التي حتى هذه اللحظة حققت مكاسب هائلة. نعم، تفضل عندك سؤال. بما أنه دكتور فارس بس سؤال من شقين، بما أنه حكيت عن مسألة السيادة، يعني البعض حتى عن شخصك الكريم بياخذ ما أخذ عليك، وبعض شخصيات 14 أدار مسألة السيادة بيعتبروا أنه بلحظات مصرية بالبلد أنتوا كنتوا برات هذا الموضوع، من شان هيك إذا يعني زج انتفاضة 17 تشرين بمسألة السيادة فأنتوا من الناس اللي كمان الناس ضدكم، لأنه هذا بيعطوا مثل عليه وقت اعتقال أو احتجاز الرئيس سعد الحريري، ويعني بهاي السيادة ما بيّنت. اثنين، هل اليوم زج مسألة بالموضوع السياسي الخارجية يلي هي بتعبر عنها سلاح حزب الله مثل ما حضرتك بتقول، أو المقاومة بهيدي الانتفاضة يلي هي أولويتها بناء الدولة كمان مش بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بيستفادت منها؟ يعني اليوم إذا أنت اللي بتمس ضد حزب الله اصطدم بالشارع، يعني اليوم اصطدمت هذه الانتفاضة بزج هذا الموضوع، هو مش مطروح للناس أولويتهم بناء دولة وبعدين تتقرر هذه المسألة السياسية الخارجية؟ يعني بداية خليني أقول أنه الناس هي اللي بتحدد شو هي أولوياتها، والناس هي اللي بتحط شو الجدول، ولا أنا ولا غيري عم بحاول أنه يفرض على هذه الانتفاضة شو البرنامج المطلبي تبعها. اثنين، غيابنا عن ملامسة موضوع السيادي واتهامنا بأنه وقت اللي كان الرئيس الحريري بالمملكة العربية السعودية نحن ما تضامننا مع الرئيس الحريري، مش بس ما تضامنتوا، تأهموك أنه تأمرتوا عليه يا دكتور سعيد تماما، أو بالعكس نحن تأمرنا عليه. هيدا يعني طبعا في كثير من التضخيم الإعلامي والتجني علي وعلى غيري من رموز 14 أذار آنذاك، ولكن هذه مرهونة بين إيدين الرئيس سعد الحريري، على رئيس سعد الحريري أنه شي مرة يعني البحصة حقيقة ويقول يلي صار، ويقول بكل صدق وبكل جرأة وبكل شجاعة شو يلي صار معه فعلا بالمملكة العربية السعودية، ومين يلي تآمر عليه ومين يلي ما تآمر عليه، ومين يلي كان متضامن معه ومين يلي ما كان متضامن معه. هذا موضوع متروك لألو، هو الرجل يعني عنده ما يكفي من الوعي انه يؤدي الامتين لازم يحكي الامتين ما لازم يحكي. ولكن بدي ارجع على موضوع اولويه الثوره. انا مني يعني طبعا عم بعمل هذه المداخله من اجل لا سمح الله اني افرض على هذه الثوره اي وجهه نظر سياسيه، انما انا عم اقول انه عم ببين انه الناس عم بتقول ضمانتي هي بناء الدوله، ما عندي ضمانة خارج الدولة، الدولة هي الضمانة، ضمانتي المعيشية، ضمانتي السيادية، ضمانتي السياسية، ضمانتي الوطنية، خارج الدولة ما في ولا أي ضمانة. والمطلوب أن نعرف لماذا هذه الدولة يعني ما عم ممكن أن عم بتقوم منذ العام 92 حتى اليوم. الانتفاضة قدمت عدة أسباب، فساد، المحاصصة الطائفية، سوء الإدارة، سوء التدبير، يعني 11 مليار 30 سنة 100 مليار دولار دين، بس ولا مرة حكي حدا يعني لحد هلا، وربما يعني هيدي بتنضج مع الظروف ومع الأيام ومع الأسابيع القادمة. مين اللي عم بيعرقل عملية بناء الدولة؟ هل مساكنة جيش عم بيقولوا كلهم يعني كلهم واحد برأيهم ما في طرف واحد عم بيعرقل كل الأطراف عظيم، إذا كل الأطراف ما لازم نغيب طرف من كل الأطراف، ولا لازم نقول انه في يعني انه موضوع تغييب سلاح حزب الله او موضوع المساكنه بين الدوله الفعليه او الجمهوريه اللبنانيه وبين سلاح غير شرعي هذا يمكن ان ينتج دوله وان ينتج ضمانه للناس. مساكنه السلاح الفلسطيني مع الجمهوريه اللبنانيه
ففجرت حرب أهلية بالعام 75، مساكنة السلاح السوري مع الجمهورية اللبنانية أدت إلى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانتفاضة 2005، وهذه المساكنة للمرة الثالثة على الأقل جيلنا نحن. نعم فارس سعيد، واضحة الفكرة، شكرا لحضرتك. مضطرين ننتقل إلى الزميل نعيم برجاوي. شكرا لحضرتك النائب السابق فارس سعيد. رح أحكي مع الدكتور بلال عبد الله. دكتور عبد الله، نعم بتحب ترد على اللي قاله النائب السابق فارس السعيد؟ نعم تفضل. تفضل. لا ما بس هو وضح وجهة نظره ومتصور قطعنا بكثير من أماكن نحن وياه. يبقى انه المواضيع التفصيليه ما لقيمة كثير. اللي بدي اقول لك اياه اليوم، بتصور المواطن اللي عم يسمعنا منه بقى كثير مهتم بالمعطى السياسي كان المحلي او الخارجي. اولى اهتمامات الناس لقمة عيشة، الوظيفة، مدخراتها إذا موجودة، استمرارية عيشة الكريم، طبابتها، وهيدا كله منه مأمن، وهيدا كله منه مأمن. فإذا لا ما 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 ليك صديقي، أنا بسمع كتير أخبار وبتابع مرات اللبناني بيجلد حاله زيادة، مش صحيح أبدا. بلبنان أنا بقول لك في ضمانات صحية مش موجودة حتى الدول الأوروبية يا أستاذ ديشان. ايه بس الجلد اللي عم يتعرض له اللبناني من النظام، ما بعتقد انه بحاجه الى جلد ذاتي. يعني اللبناني قرف دكتور عبد الله، قرف يعني لا اللي عم بيعيشه وضع مقزز في ذل اكثر من هيك ذل بيعيشه شعب كل يوم. ما في. تفضل تفضل. انا تفضل استاذ نيشان. نعم وحياتك، انا من المتابعين وبعرف. انا عم اقول ما نجلد حالنا زيادة، عنا إيجابيات موجودة وعنا كتير من السلبيات. ما نلغي كل شيء، في شيء معمول بالبلد، في عندك مؤسسات عم تشتغل، في عندك تقديمات اجتماعية صحية أنا بعرفها بتبعها، أنا بعرف كيف بيتعاطوا فيها بالدول المحيط، الدول الأوروبية. في ميزانية كبيرة عم تنحط على هذا الموضوع. بتقولي في أحيانا فيها شوية هدر، فيها شوية فساد، بقول لك مزبوط، ولكن يجب ان يبنى على الايجابيات. ما نقول عم نبني بلد من جديد. اي بس دكتور عبد الله، نحن على مقياس الفساد في ايجابيات موجوده غير مقياس الفساد. لا. دكتور عبد الله، الناس عم بتهاجر من البلد اكثر ما عم تجي عليه، وهذا دليل انه باوروبا شوي الوضع افضل. يعني في بعض التقديمات الموجوده بهذه الدوله، ولكن الاحزاب والطوائف نتشتها وصار واحد بياخذها عبر الطائفه عبر الدوله مش مباشره من الدوله كحق. مشان هيك عم تحس بعض الناس انه في محظيين بهالجمهوريه وفي ناس لا. نعم جد، انا بشكرك. عم ترجع للموضوع الاساسي، نحن مرضنا الاساسي بهذا النظام الطائفي. ما حدا يظن لو بدنا نعمل 100,000 قانون، لو بدنا نعمل 100,000 ثوره، 100,000 تصليح و100 حكومه، اذا بقي هذا النظام الطائفي موجود بدنا حدا يقوي قلبه ويطحش يقول يا اخي انا مستعد اتخلى عن المكتسبات لنغير. دكتور عبد الله، اذا تنزل بين الناس وبتستفتي عم تحكي حضرتك مكتسبات. عم نحكي عن الفساد. اول عم اقول الانتقال. نعم. الانتقال بس في اسالك بس بهالمحل انا عم بعرف شو عم اقول لك. دكتور بلال، الانتقال باتجاه الدوله المدنيه هو الوحيد الذي ينتشل الفساد من جذوره. صح صح. بس دكتور عبد الله، في شيء اساسي عم نحكي عن الفساد. انا عم بحكي باسم، انا عم بحكي باسم الناس عند الجميع. نعم انا عم بحكي كمواطن لبناني. المواطن اللبناني اليوم اذا بده يقيس الفساد على مقياس ريختر 12.5 ريختر، يعني بتحس انه في اباده. ثانيا المواطن اللبناني، عم بحكي المواطن يلي بيوعى الصبح كرمال يروح ينزل ياخذ 200 دولار من البنك اذا عنده مدخرات بالبنك. بالنسبه له لهيدا المواطن اللي حكمينه بالبلد هن زمرة حرامية، زمرة فاسدين. 98 يوم من الحراك أو الانتفاضة ما شفنا واحد بالسجن. يا رجل ما حدا فات على السجن. يعني في فاسدين في الكونسبت، الفكرة تبع الفساد، والفاسدين منعرفهم بالأسماء منسميهم. ما في عندك قضاء بلبنان بيدخلهم على الحبس واحد يا أخي. ما في. يعني في فاسدين مين راجح؟ مين الفاسد بالبلد؟ مين الفاسد؟ حضرتك بموقعك وقت تطلع بتقول انه في منظومة فاسد، وين الفاسد؟ احنا وياك
كلامنا عم بيكمل بعضه يا استاذ دشان. نعم. انت عم تحكي باسم الناس وانا بتصور عم بحكي باسم الناس، انا بمثل الناس وانا عايش مع الناس وانا عايش ببيئتي وبحس معها يوميا، ويمكن نحن على الاقل بحكي عن حالي ومجموعه كبيره من النواب الجدد ظلمنا انه جينا بهذا الظرف الاجتماعي والسياسي، عم ندفع يمكن ثمن هذا الوضع، بس بجميع الاحوال هذا لن يسنينا عن المتابعه. نعم. ما حدا يظن انه قادر يحبطنا، نحن قوى تغييريه، نحن اشخاص تغييريون، نحن مؤتمنون على معاناه ناسنا. برجع بقول لك الكلام اللي تفضلت فيه ما بيتعارض مع كلامي، بس انا عم بروح على جوهر المشكله. جوهر المشكله نعم وما نعيشه هو هذا النظام الطائفي المتوارث. نعم. الذي لا يبني دوله. عضو لقاء الديمقراطي دكتور بلال عبد الله، بشكرك. حاول كمال جملات. بشكر وجودك. شكرا لحضرتك. شكرا دكتور عبد الله.